الجمهورية، كأس الجمهورية، هذه الكأس أو هذه المنافسة الأكثر شعبية في الجزائر التي غابت عنا منذ سنوات بسبب الكوفيد وبسبب لأسباب أخرى. المنافسة هذه كنا تحدثنا في هذا البلاطو منذ 15 يوم بالضبط، مش الخميس الماضي، الخميس اللي قبله، قلنا يا جماعة رح تحطوا في هذا المشكل، عليكم أن تستغلوا الملاعب الكبيرة التي شيدتها الدولة الجزائرية من أجل أن نكون في المستوى في منافسات قارية نظمت بالجزائر، بدءا بألعاب البحر الأبيض المتوسط، منافسة إقليمية، ثم الشان، ثم منتخب أو كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. قلنا ماهوش من الطبيعي أنه بعد كل هذه الإنجازات نروح نلعبوا في ملاعب صغيرة مثل ملعب 20 أوت، ملعب مقرة، ملعب الخروب، لأن الخروب كانت مازال ما أقصيتش، ملعب شلف، ملعب الصورة. قلنا هذا الكلام وقلنا على القائمين اللي راهم قائمين على تنظيم هذه المنافسة يجمعوا الأربع رؤساء قبل نصف نهائي، قال يا جماعة الخير، لأنه الناس حبت تحور لما قلنا ظلم فريق مقرة وفريق الصورة، قال كنت تقولوا لعبوا في الملاعب الكبيرة، الآن رح يلعبوا في الملاعب الكبيرة، قلت بأنه الصورة ومقرة تم تعرضوا للحقرة والظلم. احنا قلنا نجمعوا المنتخب او الفرق الاربعه، رؤساء الاربعه، قال يا جماعه الخير برومي تيري هو اللي خير وين يلعب، صح تلعب في الملاعب الخمسه او الاربعه الكبيره، ملعب ميلود هدفي، ملعب قسنطينه، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب خمسه جوينيا، وملعب عنابه، خمس ملاعب تمشي فيها الفار، ما كانش كاع اشكال. لكن انك تقول، وهذا كاين في القرعه، مش احنا قلناه قبل، كاين بيانات تفيد بانه لو برومي تيري هو اللي يلعب في الميدان تاعه، والدليل ما سنستمع إليه الآن في القرعة في حد ذاتها. استمعوا لما قاله الأمين العام السيد منير دبيشي قبل أن ترفع الكريات، قبل أن يتم رفع الكريات، نروحوا لكرونولوجي نبدأوها من البداية ونجو جايين. قال لك كاين الفار، لازم الفار، وبعتوا فرق لمعاينة الفار 4 أيام قبل القرعة أو يومين قبل القرعة، بل حتى بعد انتهى تقول لهم روحوا شوفوا لي كاين الفار في هذه الفرق. نستمع لما قاله سيد دبيشي الأمين العام للفاف قبل القرعة. يعني بالنسبة فيما يخص القانون، قانون اللي نتعامل به في منافسة كأس الجمهورية، حتى لهذا الدور نصف نهائي الفريق اللي يسحب الاول هو الفريق اللي راح يكون عنده الحظ في الاستضافه في عقر الديار. الفريق اللي يسحب الاول هو اللي عنده الاضافه او الاستضافه باش يستقبل في عقر الديار. واحد، هذه التصريح الاول للسيد دبيشي. بعدها تمت عمليه القرعه، راح تسمعوا تصفيق سيد بالاخضر اللي فرح بأن شبيبة الصورة هي اللي رفعت أو اللي هي سحبت الأولى على أنها ستستقبل في بشار. نشاهد ماذا حدث دائما في عملية القرعة اللي كانت في حصة ساعة رياضة لزملائنا من التلفزيون العمومي. في المباراة الأولى للدور النصف النهائي كما أشرنا، فريق شبيبة الثورة الذي سيستضيف إذن منافسه القادم بملعب 20 أوت بمدينة بشار. إذن شبيبة الثورة هو اللي خرج الأول اللي راح يستقبل في ملعب 20 أوت ببشار. نستمع لما حدث بعدها عندما سحبت مقرة. تفضل سي احمد. ايه كيف سخونه؟ فريق نجم مقرة اذا سيستقبل فريق شباب بالوزداد كذلك في يوم 6 او 7 مايو القادم كما اشرنا. فريق شباب الوزداد سيتنقل إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم في المباراة الثانية. نذكر إذن، نذكر بأنه فريق مقرة سيستقبل شباب الوزداد في مقرة.
الكلام الأول سيد دبيشي قال بأنه كل فريق يستقبل راح يكون الفريق الأول هو اللي يستقبل فوق أرضية ميدانه. شاهدوا كيف تحول الكلام بعد عملية القرعة. هذه اللي ما نحبوهاش. وكان من الأول قال خويا ما تلعبش في مقرة وما تقدرش تلعب في الصورة، واللي ما يقبلش يخبط راسه في الحيط، لأنه كانت القوانين واضحة. ما تعاودوناش حكاية بالعباس وحكاية 20 أوت مع بالعباس ومولودية الجزائر مع سطيف وتيزي وزو، ملعب تيزي وزو لما جبتوا الميترا وبداوا يقيسوا لكاين 20 ميل، لازم 20 ميل باش تلعب كوب دالجيري، ما عندهاش بزاف. كل مرة نفس الشيء، عاجزتم عن تسيير منافسة كأس الجمهورية. كيف بإمكانكم تسيير كرة القدم الجزائرية؟ نستمع لسيد دبيشي كيف تحول الكلام إلى أمر آخر. الآن قال قانون، ما القانون؟ نستمع. نعم نتكلموا قانون. نعم، في قانون لجنة كأس، في قانون منافسة كأس الجمهورية. نعم، صحيح أنه يعطي الحق للفريق اللي يسحب الأول أنه يستضيف في 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 دياره، لكن بالنسبة لهذه الخصوصية تطبيق الفار، وبما أنه فيه قرار للمكتب التنفيذي، فاللجنة الفيدرالية لكأس الجزائر سوف تدرس هذه الحالة، وإذا اقتضى الأمر راح نختار الملاعب اللي لازم تتوفر فيها كل الشروط لتطبيق تقنية الفار. يعني الأمور تغيرت رأسا على عقب في أقل من نصف ساعة. مباشرة القانون يقول لو الآن اللجنة تجتمع لنشوفوا الملاعب اللي فيهم الفار. الكلام قلوه مع الأول المكتب الفيدرالي ما عندوش دروة أنه وحده هو اللي يقرر، أو البيان المكتب الفيدرالي اللي يقرر وليس شخص واحد. نروحوا لما قاله فيما بعد حول عدم صلاحية الميادين. هنا قال لك خلاص لا ميدان مقرى ولا ميدان 20 أوت ولا ميدان صورة بإمكانهم الاستضافة. هنا بعد خرجنا كما يقولوا خرج اللعيب مباشرة. نستمع. تحفظات إلا في ملعب شرف، ملعب ممزرق اللي كان فيه تحفظات. نعم، بالنسبة للملاعب وهذه صور تاع زيارة اللجنة منير إلى شمع ملعب 20 أوت بالعاصمة، هنا صور كذلك تنقلت إلى ملعب الخروب، ملعب مقرى، ثم ملعب 20 أوت بمدينة بشار. بالنسبة للملاعب الأخرى وخص بالذكر الملاعب يعني اللي يستضيف فيها الثلاث فرق المتبقية، فالتقارير تقول أنها ليست جاهزة لاحتضان مباريات في غضون أسبوع هذا. نعم، يعني بالنسبة لتطبيق تقنية الفار. ولهذا اللجنة الفيدرالية لكأس الجزائر راح يعني تدرس هذه النقطة، وراح تكون إن شاء الله فيها حلول لكي تكون مباريات في القمة فيها الفرجة وتسمح لنا أنه نطبق تقنية الفار إن شاء الله. إذن نحن مع الفرجة ومع تطبيق تقنية الفار، ولو أننا نخافوا حتى في تقنية الفار، لكن هذا الكلام يقال قبل بداية القرعة مش بعد القرعة. لا تلت ملعب هادو لا يمكن أن تستضيف منافسة الكأس. لا يا أخي العزيز سمير عماري، ما رأيك في كل الذي حدث والفتنة التي حدثت هذا الأسبوع والتي كادت تؤدي إلى مقاطعة النصف النهائي؟ الحمد لله أنه العقول ترتبت وكان فيه تدخل الناس عقلاء اللي خلاو هذه المنافسه ما تروحش هكذا. أبدو أن هذه المساله هذه تاع البرمجه تاع الملاعب تاع كاس الجمهوريه، نصف نهائي تاع كاس الجمهوريه، يعني هي عينه من التسيير الهاوي تاع كره القدم في الجزائر. رضوان، لاكوب دالجيري عندها قانون اساسي. هذا القانون الاساسي متفق عليه في المكتب الفيدرالي في الديبيو دو سيزون. هذا القانون ينص على ان ليكيب لي تيريوها الاولانيه في التيراج وصور كما صارت في لي زيتاب بريسيدونت هي اللي تلعب تستقبل فوق ارضيه الملعب. تستقبل انت حتى ولو انت في مكتب فيدرالي، لي ستاتيو دو لافاف ما يمدولكش الحق باش تبدل القانون الاساسي ميم با 15 جور افون لي دومي فينال.
لا ديسيزيون تاع البيرو فيديرال تاع جوي لي ماتش هذوما في الملاعب في الملاعب اللي يكون فيهم الفار تمدت لو 9 ديسمبر لو 9 ديسمبر حتى للدمي فينال اون با ني لو طون دو لي بريباري و سورتو اون با لو طون باش نعدلوا القانون باسكو باش 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 تبدل ان ارتيكل في القانون الاساسي لازم لازم تعدل القانون كي تجبد القانون تاع لا كوب دالجيري اللي دوك تلقى لا ميم لو ميم ارتيكل يقول لك البرومي تيري هو اللي يلعب الوغ هنا كونكريتمون سو لو تيران لي ماتش راح يتلعبوا في دي تيران كي نو ريان افوار افيك واش 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 يقول القانون دونك سي با باسكو اليوم ديسيديت تجرب تجرب الفار هذا يمنح لك يمنح لك الامكانيه باش تبدل القانون هذا تعسف هذا تعسف كانت هنا كما ذكرت انت كنت هناك امكانيه باش تبدل هذا القانون يا ان كما قلت انت تجمع هاد لي زيكيب وتقول لهم فوالا سكو اون ايساي دو فير اسكو فو زيت داكور بور فير سا سا سوري سوري بي باسي باسكو تجيب المرضيه رضايه كاع الناس ولكن باش تعفس القانون هكذا وكما شرحته يعني بالتفصيل في هذه في هذه التصريحات يعني هذا تعسف الحمد لله الان على بالنا باللي الثوره ومقرم مش راح يبوكوتو اون لو سي باللي سي كاين هناك اطراف تدخل وهذه هذه ستون دومي فينال كوب دالجيري ولكن هذا يبقى يعني عينه كما قلت تاع التسيير الهاوي وسورتو لو فات كو الثوره ومقرا دينونساو هذه هذه لي براتيك c'est une bonne chose parce que il fallait que ça s'arrête.